واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة، كما تم ضبط قرابة 26 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. اما في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه فتم ضبط قرابه مائه طن هذا وتم ضبط سبعمائه وخمس وعشرين قضيه في مجال قضايا المخابز من بينها مائه واربعون قضيه خبز ناقص الوزن ومائه وخمس وخمسون قضيه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط اكثر من ثلاثه عشر طن اقماح محليه في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي